I'm gon' win, no swish. Just a rum in the bitch. السلام عليكم اخواني، ان شاء الله طيبين. طبعا بأول فيديو بطلع بصوتي وحرجت لكم اسئلتكم ان شاء الله. هاي نبدا من اخر تعليق لاول تعليق. نقرا اول تعليق. بسم الله. انت افضل قناه عندي في العالم، انت بطل وتفيد لاعبين اللعبه كتير، لهذا أتمنى من كل قلبي أن تعمل شخصية رائعة وأفضل سيارة. أخوك من الجزائر. الله يحييك طبعا أخوي، أنت أهل الجزائر. وأنا عملت شخصيتي بدبول قديمة، نزلتها وسيارات فيها قناتي على الفيسبوك. شكرا لك. وفي كمان تعليق اسمه التعليق اسمه أيمن أسادي. أسدي، ليش ما تنزل جي تي اي في وألعاب حديثة؟ لأن والله مواصفات جهازي شبه واقعة. إن شاء الله راح نجيب جهاز جديد، إن شاء الله راح ننزل ألعاب كتير كتير حلوة حديثة. في كمان تعليق ام 3 جيمر، انت من وين وليش ما تسوي مدات للهاتف؟ انا طبعا من الأردن. ليش ما تسوي مدات للهاتف؟ لأن بشكل عام ما بلعبها اليوم. إن شاء الله نصير نلعبها، إن شاء الله نصير نفسي. في كمان تعليق من اتش 24 جيمرز جيمز، ممكن مود الخريطة كامل والمهمات مختومة. إن شاء الله خذها، أحط لك التعليق هون، أعلق لك ياس ونزل لك كمان شوي. في كمان تعليق، في كمان تعليق علي كفاجئ عني، هل تحب جراند فايف او جراند سان اندريس؟ طبعا هو اكيد يعني جراند فايف، بس عشان بظن العب سان اندريس خلص سان اندريس. في كمان تعليق هون راوت بي 2 اس اي، أريد حل مشكلة خروج اللعبة بعد إضافات وسيارات، وأريد حل ذاك الحل. أو بتكون أنت بتجي مركب إشي غلط في الملفات، أو بكون السيارة لازم وزنية، بدون وزنية ما بتركب. كمان تعليق من أخونا هيتمان 6، هون أول إشي كاتب: لا أريد أن أسأل، أريد مود سيارات مختلفة. شكرا. فهمتش عليك، بس هو في مود انك تقدر تجيب سيارات عندها، ولا تستمع لأي أحد تابع قناتك. مشكور أخوي، منوعات وغريبة وغرائب. رابط لعبة جت اس ان دريس، إن شاء الله أخوي بنزل لك إياها بالوصف بالتعليق في الرد. في مصري جيمر، تقدر انك تعمل كمان فيديوهات تانية يعني تخلي القناة جيمر؟ ان شاء الله اخوي راح ننزلهم قريبا ان شاء الله. في احمد، سمعت دقات اسمه غلط، تقدر تعمل مودات جي تي اي اي في، وان شاء الله راح ننزلهم يعني الاي في، راح العب اي في فيه ان شاء الله قريبا. في محمد نجم، الرام كمبيوترك ايش قد؟ رام كمبيوتر 2. في كمان تعليق، اتمنى تنزل على ويندوز 8. ان شاء الله اخوي بنزل لك يا الشرح قريبا على القناة هون. في كمان تعليق، كم عمرك؟ ايش اسمك؟ وين ساكن؟ ما هي اللعبة المفضلة لديك؟ كم عمرك؟ عمري 21 سنة. ايش اسمك؟ اسمي جميل. وين ساكن؟ سكان الأردن. ما هي اللعبة المفضلة لديك عندك؟
في والله أكثر من لعبة، وفي سليبن دوغ، في جي تي اي 5 في، في ألعاب ثانية يعني، في جنوني جيمر وولف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم عمرك؟ 21. شو اسمك؟ اسمي جميل. ليه سويت قناة في اليوتيوب؟ ومع السلامة. ليه سويت؟ حبيتك أسوي، يعني ما كنتش أعرف كثير إلها، بس حبيت إني أعمل القناة وأتفرج إيش تصير. هون ماهر جيمر، ما هو اسمك؟ جميل. هواياتك المفضلة؟ أكيد كرة القدم. مصارعة طبعا. لعبتك المفضلة؟ حكي عن سليبن دوغ جي تي اي في. لعبة تانية. من أين تحصل على المدات؟ المواقع إن شاء الله بحط لك يا مصر كمان شوي لنسبها في التعليقات. التعليق. ما هو شعورك عندما وصلت 13,000 مشترك؟ زي شعور 12,000، بس يعني أحلى شعور. إن شاء الله وياكم نوصل مليون. محمد اتش، محمد اتش، كل سنة وأنتم سالمين عن السنة الجديدة. أتمنى أن نحتفظ بالتعليق. نزل مود المراية ولا المراية للعبة جديدة سندريس. انتبه أخوي محمد، إن شاء الله بنزل لك التعليق، بنزل لك المود إن شاء الله. كمان تعليق جيم مود زيرا. أنا متابع قديم، أبي أسألك ليش تتكلم في فيديو، ليش تتكلم في فيديو أو تلعب ألعاب تانية؟ قصدك ليه ما أتكلم في فيديو أو ألعاب تانية؟ وليش ما أتكلم؟ يعني هو المودات إنه موسيقى أحلى، إنه واحد بيستمتع في الموسيقى وهي قضية وقت. ليه ما تلعب ألعاب تانية؟ إن شاء الله راح ننزل ألعاب قريبا. عالم المحترف كاتب، ممكن تحول جي تي اي سان اندرياس الى جي تي اي دي، وفي شروح على شو اسمه على اليوتيوب، شاهد احسن شيء. اردن معلومات، وين ساكن بالاردن؟ عمان. في كمان تعليق سيف ويسيف، اسم اغنية التي، اسم الاغنية التي في الانترو. والله بعرفها، شو في مشترك من اللي اياها، والله ما بعرف عن اسمها. في كمان تعليق، اولا ما اسمك الحقيقي؟ جميل. ثانيا كم عمرك؟ 21. ثالثا هل حصلت على درع اليوتيوب؟ لا والله لسه، لما نوصل 100,000. في احمد، كيف احمد جدا ساندرياس؟ ان شاء الله اخوي بحط لك الرابط كمان شوي. ممكن ترسل لي شخصية جي تي اس اندرياس؟ ان شاء الله خذ بحط لك الرابط هاي لك. في هون تعليق من دامنستر، سؤال قبل، كيف تصنع المودات؟ من وين تجيبها؟ نريد شرح كيف تصنع مودات اللي معي ولا كيف عليك. طبعا السؤال وانا ما بصنع، وانا بنزل يعني من النت، أحط لك الجسم المواقع حسها هون، أنا بصورهم. فرضاً في مود إشي غلط فيه، إنه زي بعد بس بعد ليش بقى مودات اللي إم تي إيه. أشكر أخوي السؤال قوي. في هون كمان سؤال، عالمك الأندرويد، كلمات سر جي تي إيه، يعني وأنت بدك ياهم هون. سمحنا بدر، انا هو اخوي انت بتكون حاط انه ملفين عكس الملفين، او بيكون في وزنيه للسياره وانت ناس تحطها، عشان هيك ما بتشتغل. والله رامي، في رامي تي اس، لماذا لا تقوم بشروحات حول مودات
مابس ان شاء الله راح ننزل يعني مدار هذول مابس. بس انت بدك مع الجي تي اي جي تي اي سان اندرياس ولا ام تي اي؟ في كمان عم طالب ما شاء الله مدرس كم عمره؟ 21. شو جنسيتك؟ أردني. من متى تلعب؟ والله من زمان تقريبا حوالي 5 سنين تقريبا. أكثر شيء بتحبه في جي تي إيه؟ تعدل السيارات مراحل هاي. أكثر قناة تحب تتابعها؟ والله في قنوات كثير يعني. السوق السعودي جيمر حلو. كيف تعلمت المودات؟ والله تفرجت على اليوتيوب شوي هيك 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 تعلمنا كيف انه نركب ونظبط وتعديل هيك. مين اللي شجعك تفتح قناة في اليوتيوب؟ والله ما في حدا، بس هيك انا فتحتها من عقلي وقلنا خنجر. اسف على مشكورك يا اخوي، اتمنى ارفض. نفس مدهس، ترى انت من افضل القنوات عندي. مشكور اخوي مدهس. ونزلته كثير كثير حلو يعني الانترو، بس مشكلته انه مش باسم قناتي. شكرا لك يعني عشان غلبت. ان شاء الله تحطه في قناتك. غيرت اسم قناتي مدهس مدهو جميل. مشكور أخوي مدهس. في مدريان بن، من أين أنت؟ من الأردن. شو اسم الفيسبوك تاعك؟ طبعا من الأردن أنا. اسم الفيسبوك، فيش عندي فيسبوك. بيجوا ناس بيقولوا لي كيف عملت الصفحة على عن طريق صفحة الفيسبوك عن طريق لها، يعني لازم حساب. فأنا عملتها يعني ما عملتها من حسابي، عملتها من حساب صاحبي، بس أنا ما بفتح حساب صاحبي، بس بفتح الصفحة نفسها. شو ما عند إكس جيمر، وش أفضل لعبة عندك؟ إيه جي تي فايف سليبن دوغ. شو هون إكس تي سنايبر. مين تجيب هالمودات؟ من مواقع إن شاء الله بحط لك إياهم في التعليق. MD 95 أتمنى تحكي بصوتك. هاي حكينا بصوتنا على 9. قناة أحمد يوتيوب. أبي مود أنتقل لأي شخص أكثر من لأي شخص أكثر من 20 شخص. أنت قصدك يعني تغير شخصيتك لأي شخصية باللعبة؟ إن شاء الله أحط لك الرابط في دمشور وأبدي اللي جوا أحط لك من محمد. متى تسمع مود مسدس الكهرباء؟ إن شاء الله بدور عليها وبشوف لك إياها. إن شاء الله بحط لك إياها لما لك إياها. الكينج إعدام، أي برنامج تصور؟ برنامج التصوير فريبس. تصور شتي سان اندرياس. نعم اسلام اخوي اسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا شكرا انا تجاوب عن كل اسئلتي. اولا ان شاء الله اولا الصوت، اتكلم بصوت واكتب أخوي أول سؤال إن شاء الله حمل طبعا سيرفر تاني نفس الشيء إن شاء الله بضيفك يعني إذا كان في نصيب بضيف أغلبية يعني. الاسم اسمك جميل
اشتروا لك كامل مواصفات كمبيوترك او لابتوبك، مش ناقصنا اقول لك لانه واقع يعني كثير ضعيف مواصفاته، بتطلبها تشغل كل الالعاب بجهاز منيح. يعني انتهت الاسئله، اتمنى التجاوب على كل اسئلتي. انا حاضر قصر الموضوع على قد ما اقدر، اتمنى ان تكون أنا حاولت بقدر الإمكان أني أتعرف لغتي التي لغتي الكرة كي يكون في سعي كي تقلل. أشكر أخوي إسلام طبعا، أهلين فيك أستاذ عبد واللي موافق على الحكي وكبسة الكتاب الإلكتروني وكل شيء. في كمان تعليق، أرجو اشتراك في مدرستكم موجود هناك. أنت ممكن تقول لي برنامج المونتاج حقك؟ طبعا هكتب لك اسمه بالتعليق وإن شاء الله بجوز أحط لك رابط الموقع الأصلي. طبعا هكتب لك اسم مصطفى تعليق وإن شاء الله بجوز أحط لك رابط الموقع الأصلي. ضعيفا مش ناقصك. في نهار أثنان، السلام عليكم، أريد أن أسألك كم عمرك؟ 21 عمري، واسمك جميل اسمي، وأنا بعيش في الأردن. الكادر 21. بس ممكن سؤال، ليش ما تنزل سلسلة ألعاب عالية جدا؟ إن شاء الله خير، رح ننزلهم يعني أنا قريب، رح يكون ألعاب كثير يعني حلوة، ممكن تنزل مثل المراية أردن هناك وإن شاء الله رح ننزل لك يعني. في أحمد، عندي ثلاث أسئلة. السؤال، شو اسمك؟ اسمي جميل، كم عمرك؟ عمره 21، وين ساكن بالأردن؟ ممكن سكن المفروض ما حد يسمع، ممكن مستخافين تلقوا بعض الشباب. كمان كمان تعليق، البرنامج اللي تتصور به فيديوهاتك فريبس، أتمنى أن تتكلم بصوتك يا أخي. هاي تكلم بصوتنا. شو اسمك كامل؟ أحمد الرفاعي. خلاص اسمي جميل، ما عليك تدققش. فيواني بلاك بات، أنت من فين؟ كم عمرك؟ وليش ما تطلع طلع صوت؟ أرجو جواب. أنت من فين؟ من الأردن. كم عمرك؟ 21. وليش ما تطلع صوت؟ يعني هو أنا لما أنزل فيديو بشرح كامل بالكتابة، بطلع وبكون شارح كمان أشياء ثانية. شو مستر جوكر كينج، إيش اسمك جميل؟ كمان عمرك 21. كينج كيمر، اسمك عمرك من وين؟ اسمي جميل، عمره 21، من الأردن. كل أسئلة نفس يعني هدول الترتيب، وكتبت سؤال ثاني أحسن لك للكل. أريد مود الجرب فيك، إن شاء الله أخي بحط لك الرابط في التعليق. يوهان كمان تعليق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، عندي أكثر من سؤال. شو اسمه؟ اسمي جميل، اسمي جميل، كم عمرك؟ 21، من الأردن. ما هي مصطفى جهازك؟ ضعيف جدا. هل تنزل لعبة ثانية غير جراند ثاند؟ إن شاء الله رح أنزل، أسرع أنزل إن شاء الله لعبة ثانية كثير حلوة. ما هو أفضل مود جربته؟ والله في مودات كتير يعني، بس أكتر مود ممكن مود الانتقال، في مود تعديل السيارة، بس هو مود الانتقال حلو يعني. إن شاء الله بحط رابطه، بنزله يعني، هو نازل بس إن شاء الله بحطه يعني، إنه بحطه بفيديوهات جاية. آسف على طالة أنا بالطالة ويا ريت طالة تعليق. إيه لا عادة تقولش نعم. في هون جيم 2016، كم عمرك وانت من وين؟ عمره 21، من الأردن. في هون علي، تم حطيت لايك واشتراك، نور أخوي. في كمان تعليق، عبد الله من الأردن، السلام عليكم. هل راح تنوع في القناة يعني زي بلاك أوبس؟ طبعا أخوي إن شاء الله عن قريب راح أصير أنزل لعبة ثانية إن شاء الله حلوة. طبعا أهلين أخوي،
في اندرويد هاوس. كيف انت تركب مونتاج تقسم درس كثير؟ انا لما اركب مونتاج كثير لما تشتغل شهر اسوي. طبعا هو في فيديو اي يعني اي فيديو الي او انا نفس قناتي ان شاء الله بحط لك الرابط كيف تركب مود. هو انت بجوز تكون مركب اشي غلط عشان هيك، وعادي انه تقدر تركب اكثر من مود. مستر تفحيط 13، ليش ما تحط الفيديو في صوت؟ في فيديوهات ما بكون محتاجة صوت زي المودات، انا بس بكون شارح لك الفيديو كامل انه ايش الكبسات وايش. محمد الياس، ما هو موضوع، ما هو وطن الاردن؟ سكان الاردن. اتمنى ان تقرا تعليقك في الفيديو الجاي. هيك رأينا هيك. في ادم، هل انت باد بوي الذي يلعب؟ انت انسان للناس. واذا كنت انت انا اخي، لا اخوي ان شاء الله. انا زمان ما بلعب سيرفرات، زمان مش لعب. في ماندو ماندو، هل يوجد طريقة لأمن جميع الأماكن في جيتي سانجر؟ يس، بدل من أحد العصابات وأخذ جزء صغير فقط. بتقدر تركب يعني تخزين انك تدخل على اللعبة على طول. ان شاء الله بحط لك الرابط والتعليق اخوي. في زكي، اي لعبة تفضل جيتي سانجر يس او جيتي اي في؟ قبل شوي جاوب مع السؤال، وعن الاغلب عن جيتي اي في لانه هي احدث واقعية اكثر اشي زي هيك. بس هو الشغل طلع لنا عند جيتي سان اندريس. هل تعلم ليش ما تبين في المقطع؟ صراحة ما بحب، بعرفش ليش. فيديوز في قنوات يعني كثير بحب احضرهم انه عشان ما ببين، بس بسمع صوتي. سمعنا في محمد جمال جمال، ممكن تنزل لعبة جيتي سان اندريس كامل الاصوات والراديو كمان بحجم صغير؟ وان شاء الله راح انزلهم معدله ومودات وسيارات يعني كل اشي، بس حجم صغير لا، تقريبا توصل 3 جيجا او 4 جيجا. هي اللعبة عندي انا منزلها صغير بس بدون اصوات، اصوات اللعبة. ليش لم هل توجد طريقة لحذف فقط سيارة واحدة؟ لكن ليس كل السيارات اللي تكون تبعدينها، مثلا ما كنت بتركيز عشان سيارات ما تركيز في المكان. مستر جانسون طبعا قوي عليه، حياة الله انتبه للمغرب. هو يعني افضل اشي ان انت تاخذ نسخة للجي تي 3 ملفات، مثلا ما كنت بتركيز عشان سيارات، او تقدر انه تطلع الملفات يعني تطلعها للخارج قبل ما الملفات القديمة بالسيارة، ولما بدك ترجعها السيارة يعني هسه فرضاً 10 بدك تطلع سيارة، إنه تختار أي سيارة بتكشيها بتاخذ ملفاتها اللي قدام وبتنقلهم على اللايف وبترجع نفسه، بضلهم 10 موجودين. فيما من أخوي أيمن، ممكن تنزل أفضل سيرفر جي سان اندريس؟ طبعاً هو صح، وهذا يعني تقريبا افضل سيرفر لانه فيه شغل وناس كتير يعني تقريبا بوصل حوالي 900 واحد. وزمان اخوي سامحني مش لعبها اخوي. في كمان كنز جي تي اي فيديوز، ممكن تنزل مودات فيه ان شاء الله اخوي عن قريب تنزلها. ليش ما تنزل عن جديد؟ ان شاء الله اخوي ننزل قريبا من اليوم. في هون جيمر اكس تي، ايش ردة فعل اذا انحذفت القناة بعد كل التعب؟ والله يعني ممكن انشل، لا هو مش انشل يعني، هو انه كيف يعني صار القناة معي من 2013 انه تنحذف يكون عندك مشتركين وإشي، بس يعني لو انحذفت اهو ما تنحذف يكون عندي مليون. الله يبعدنا عن الحذف، مش ناقصنا. في هون كمان تعليق، طبعا اكتب لك اسمه
تعليق، وان شاء الله بجوز احط لك رابط الموقع الاصلي. شو اسمك؟ اسمي جميل من الاردن، وخاطف الشرير. انت من 2013 بديت القناه، وليش ما تطلع صوت؟ طلعنا صوت. مودة جي تي اس سان اندرياس كاتب: ما هو افضل مود استخدمته؟ واريد الا تتعدى الاجابه ثلاث اجوبه حسنا. طيب، هو افضل مود الانتقال بالسلاح، في كمان مود تعديل السيارات حبيته باي مكان، يعني مود الانتقال كمان باي مكان. في المحترف الكمبيوتر ممكن تنزل لعبة جديدة مثل جديدة مصر، إن شاء الله راح ننزلها من قريب. في أحمد منستر: أترجاك مود خفيف سيارات، إن شاء الله أخوي بدور لك المود راح أحط لك إياه بالتعليق. في علي على كاتب: شو اسم البرنامج اللي يشبه رسم متلازمين بس يستخدم شخصيات الرسم؟ كل عام تكفر. يعني هو انت قصدك انه زي تعدل على الصور وشي؟ هو تقريبا الفوتوشوب احسن شيء. جيمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ليش ما تنزل عن MTS Andreas تلعب سيرفرات اخذ معهم من فلسطين؟ طبعا، وان شاء الله نعمل سيرفر، احنا راح نلعب مع بعض كلنا ان شاء الله عن قريب. نور اخوي انت غير فلسطين كلها. سؤال: ليش ما تتكلم لما تصور؟ هاي تكلمنا، بس ان شاء الله يعني هو اي شرح بيكون صعب راح احكي فيه صوت عشان الواحد يكون فاهم صح. في هون كمان تعليق: انت من وين؟ الاردن. واسمك جميل. عمرك؟ اخوك فارس من السعوديه، عمره 21. منور اخوي انت واهل السعوديه كلهم. اخوك فارس. في كمان تعليق: نزل جي تي اي اللي عندك فيها المدان، ان شاء الله راح ننزل عن قريب. المره الثانيه اعملها بصوتك وعرفنا بيك. هيا اخوي عرفتك. ما هي لعبتك المفضله؟ جي تي اي في سليب دوغ. في العاب ثانيه ان شاء الله راح ننزلهم قريبا على القناه. في كمان تعليق: هل تتوقع توصل للرقم؟ هل توقعت؟ صراحه لا، وانا ما وصلت 8000 حسيت حالي مليون موصل. ان شاء الله يعني نوصل اكثر، ان شاء الله عقباكم يا رب كلكم. في كمان تعليق من سيد: ليش متنزل جراند فايف مدى؟ وان شاء الله رح ننزل من قريب. في احمد اخوي احمد كافي: انت تحب جي تي اي سان اندرياس ولا جي تي اي؟ ارجو الرد على سؤالي. طبعا جاوبنا عليه قبل الجزء الثاني في الهاتف، وجي تي اي في يعني على الاغلب. انس الازرق كاتب: ممكن تشترك بقناتها المهم كيف ان شاء الله تنزل كيف شكوك الفيديوهات تبعي؟ يلا اخي بدخل على قناتك، واذا كان في شيء الحمد لله بشترك. باد بوي عمرك كم؟ عمري 21. مصطفى قول: انا اعشق قناتك، مشكور اقول طبعا متكسر، واريد طرح سؤال: كم تستغرق لصنع فيديو؟ والله لما بصور مدى العشر الجزء تقريبا باخذ معي تقريبا 3 ساعات ساعتين، بجيب اغاني وبعدل عليه شوي وهيك، وبستنى لما ينزل، ولما بدي انزله على النت باخذ شوي وقت لان النت عندي كان بطيء، بس صار اسرع يعني الحمد لله. اعطينا رابط تنزيل فقط اخو من الجزائر، ان شاء الله اخوي بحط لك بطول لك عليه، وان شاء الله بنزل لك اياه من اول انت واحد الجزائر. فيصل كاتب: كم عمرك؟ اتمنى تذكر اسمي. فيصل، هاي بدأ مع فيصل، عمره 21 فيصل.
في باي 39 باي 39 ماذا لا تلعب جي تي اي 5 ما حد يرد ما حد يرد إلا باد بوي طبعا لأنه الجهاز بيستحملش 70 إن شاء الله رح نشتري جهاز جديد وإن شاء الله رح ألعب يعني نلعب أو نلعب ألعاب ثانية. في هون كمان تعليق من أخوي محمد ماذا تتكلم بصوته؟ صوتك يعني في فيديوهات نفس قبل شوي جبتهم في فيديوهات ما مش لازم صوت يعني زي أفضل 10 مودات في شروح لازم صوت إن شاء الله أي فيديو يكون سعيد بنزله بشرح بصوتي. وكم عمرك من أي بلد؟ كم 21 عمري من أي بلد؟ من الأردن. واصل ممتاز أخوك من الجزائر طبعا حياك الله أخوي مشكور ما بتقصر أنت أهل الجزائر. أتمنى تحكي بصوتك أحكي بصوتي وشنو معنى كلمة اسم القناة معناها يعني الطفل السيء وليش تلعب بس لأن الجهاز بيستحملش هو أنا أخذت الاسم من الفيلم لو بتعرفوا اكتب عليه وبطلع لك كل فيلم كل ما تمشي الكوبا بالشباب هدف عادي عادي ما صار شي الكوبا لا لا يا اخوان هدو هو خاف يعني ما صار شي مش ضروري يعني عادي اسم القناة هيك قاب غير ولا تزعل. في هون كمان تعليق كم عمرك 21 اسمي جميل محمد الناقور نزل مود دراغون بول ان شاء الله بنزل لك اياها قريبا. وفي هون كمان تعليق ما هو هدفك نوصل يعني تقريبا هو اوصل مليون هي شوي كثيرة يعني 100,000 تقريبا ان شاء الله بنصير نزل فيديوهات تانية منوعة ان شاء الله بصير يعني نزيده ان شاء الله. تقول اسمي نيمار نيمار لا نعم سمعي إذا قرأت غلط نيمار لاب جيمر سمعي إذا قرأت غلط لأنه الكتابة شوي صغيرة إنجليزي يدوب مبين. في كمان تعليق السلام عليكم السلام عليكم أخي عليكم السلام ما هي مواصفات حاسوبك ولماذا لا تلعب جيتي؟ هو مواصفات حاسوبي كثير ضعيفة يعني الرام من كارت الشاشة 256 ولماذا لا تلعب جي تي اي 5؟ لأنه ما بتشتغل على جهازي كتير ضعيف إن شاء الله رح أشتري جهاز جديد ورح ألعبها. في كمان تعليق كم عمرك؟ 21 من وين أنت؟ من وين؟ من الأردن. وش سيارتك؟ هو صراحة فيش عندنا سيارة يعني مش سيارة أنا بس عندنا سيارة في الدار وبس. هنيك عن مقاطع أخوك بشير خالد من المدينة. طبعا شكرا أخوي بشير إلك حياك الله أنت وأهل السعودية كلهم. محمد هشام كاتب ليش ما تلعب جي أنا الجهاز بيستحمل بس إن شاء الله عن طريق رح ألعبها. في هون كمان تعليق هل أنت جزائري؟ وإذا كنت جزائري أعطيني البروفايل ليس الصفقة في الاسم. لا أخوي أنا أردني وما عندي صفحة أي ما عندي حساب على الفيسبوك بس عندي الصفحة. لا أردني في مستر جيمر جيمز أنت تحب جي تي اي سان أندرياس وجي تي اي بي ولكن جي تي اي بي هي الرابع والخامس بالسنة نفس السؤال. وهنا أخيرا طبعا شكرا لكل الحق والبكاء سمعت صوتي انت بتصمم ما بصمم على المودات بس بصورهم تصوير ممكن اعدل يعني شوي على المودات طبعا هو رقي محمد انت بحب يعني في كمان تعليق لنا في البلاد
تستطيع أن تعطيني ملف لإنشاء المود؟ قصدك يعني الكيلو الكيلو إن شاء الله بحط لك رابط وبحط لك رابط الفيديو كيف تركز المود في تعليق ما كان عمرك 21 من وين من الأردن وهل أنت محمل جرام مكراك أصلية؟ لا أخوي أنا منزلها من سنين يعني صرت أنزل ملفاتها الأصلية شوي من هون من هنا وإن شاء الله هنزلها هون على القناة الأصلية هتكون معدلة كل شيء. هون كمان تعليق من أخوي باد بوي هل ستنزل فيديو عن مود؟ إن شاء الله أخوي دراغون بول إن شاء الله خير هنزله قريبا. بس أنا بس اعتزل ليش اعتزل بدري خليك أنا بحصل لك وصلي صح سؤال عندك تغير الشوارع تكون جتي اسندرياس إن شاء الله خير بحط لك الرابط تعرف تغير الطريق سهل كثير الطريقة. قبل الأخير آخر سؤال قبل الأخير أسامة إكس دي ليش إيش اسمك؟ اسمي جميل كم عمرك؟ عمري 21 وآخر واحد فراس فايز كاتب مرحبا أهلا كيفك فراس؟ طبعا أقرأنا كل الرسائل التعليقات وإن شاء الله طبعا أسر بكتب لكل تعليقات إن شاء الله سمحونا أي شيء وشكرا لكل حدا دعمني بالاشتراك وسامحوني بالمقاطعة لأنه عشان التعليقات. السلام عليكم.